مش انا قلت لك يا برنس، عودة المتعة والاثارة والضحك للدوري المصري. مرتضى منصور يولع الدنيا في المؤتمر الصحفي وقلب الدنيا، وقال لك في استاد لنادي الزمالك، وقال لك مين اللي مشى مصطفى محمد ده، انا كنت هطلعه عشان ينافس محمد صلاح في اوروبا، ولكن هنرجع للكلام ده كله. والموضوع التاني لقاء الاسطورة كابتن محمود الخطيب مع كابتن شوبير. يا برنس حلقة النهاردة جامدة، تهدى بقى كده وتركز يا برنس عشان معانا كمية تصريحات نارية النهاردة يا برنس. مش عاوزك غير انك تعمل اللايك، عشان انت ما بتعملش اللايك انزل دلوقتي يا برنس، نوصل الفيديو ده ل1000 لايك كده، وصلوا معانا ل1000 لايك. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس، وتصلي على سيدنا محمد. ويلا بينا بقى، يعني يلا بينا نخش في التفاصيل الموضوع. اول حاجه هنتكلم على المؤتمر الصحفي اللي عمله رئيس نادي الزمالك بقى، خلاص مرتضى منصور خلاص مفيش لجان، اركن بقى موضوع اللجان ده على جنب. النهارده يا برنس مرتضى منصور طلع بشويه تصريحات، قال لك احمد مرتضى منصور هو المسؤول امامي وامام جمهور نادي الزمالك ان خلال سنتين نادي الزمالك يبقى عنده استاد. اهدى بس كده، مش عايزك تضحك. قال لك خلال سنتين نادي الزمالك هيبقى عنده استاد. طب من وجهه نظري، ما هو في خلال سنتين نسد ديون نادي الزمالك، ما هو نادي الزمالك عليه يجي 20 مليون يورو ديون، فانت بالفلوس اللي هتجيب بقى استاد، ما هي الفلوس تسد على ديون نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك موقوف من القيد ليه؟ نادي الزمالك في المشاكل دي ليه؟ بسبب الفلوس، يعني انت تاخد الفلوس هتروح تجيب بقى استاد، طب والمشاكل اللي ورانا دي؟ فده تصريح انا من وجهه نظري، انا عندي اجي احل المشاكل في موضوع القيد وكل الكلام ده، مش هروح اجيب استاد، ولكن مش موضوعنا برضه. خش على التصريح التاني. قال لك مين اللي مشى مصطفى محمد ده ب 2 مليون دولار؟ مين ده؟ ده انا كنت مطلع كهرباء ب 4 مليون دولار. مين ده اللي مشى مصطفى محمد؟ وكده كده مصطفى محمد راجع. قال لك ايه؟ كده كده مصطفى محمد ايه؟ راجع. قال لك انا كنت هخرج مصطفى محمد ينافس محمد صلاح، ولكن هو مين ينافس محمد صلاح؟ كل احترامنا لمصطفى محمد وكل حاجه، بس مين اللي ينافس محمد صلاح؟ انت بتجيب ايه لايه؟ ايه لايه يا برنس؟ ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله لك، انت بتجيب ايه لايه دلوقتي؟ مصطفى محمد لعيب كويس وكل حاجه، ولكن محمد صلاح خلاص وصل لمرحله، يعني هو بيتنافس مع ميسي وكريستيانو والناس العتاوله اللي بيطلعوا نار من بقهم دول، فانت تقول لي مصطفى محمد؟ ما فيش فاهم. قال لك وكده كده اللي عاوز مصطفى محمد انا هبيعه ب 20 مليون يورو. اوعى اوعى. وقال لك هو كده كده راجع، قال لك انا مش هبيعه غير ب 20 مليون يورو. فانا بيتهيألي ان مصطفى محمد راجع، وبيتهيألي مصطفى محمد كمان ممكن ما يجيش، يقول لك انا جاي هيحبسوني في نادي الزمالك، يقول لك 20 مليون وخلاص، مش هشم الاحتراف ده تاني. عشان تبقى فاهم. قال لك ايه؟ انا كنت مطلع كهربا ب 4 مليون ومش عارف ايه وايه، وقال لك كده مصطفى محمد راجع. خش على اللي بعده. قال لك وبن شرقي، يعني بيسالوه، قال له بن شرقي انا هقول له يا ابني انت تقعد معانا، هيقول لك ايه عاوز تجديد ومش تجديد، هقول له بس الفلوس ومش الفلوس، وانا هتفق مع بن شرقي على الفلوس على القد اللي معانا، اللي هو اتفق على التجديد. ما رضيش خلاص، مع السلامه يا عم. ده تصريح شابوه للجد ليه كرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. ولما جه سالوه على كهربا، بيقولوا موضوع كهربا ومشاكل كهربا، قال لهم هو كهربا اساسا بيلعب، يعني هو ما بيلعبش، كل شويه يطلع من قائمه الاهلي، هو كده ما بيلعبش، يعني هو فيه اللي مكفيه، فدي مش يعني هو كهربا اساسا في مشاكل، فاركنوا موضوع كهربا. فتاني تصريح معانا شابوه لمرتضى منصور. قال لك كمان ايه؟ الناس اللي بتقعد تتكلم وتقعد تلف وتدور، وان موضوع اللجنه، الموضوع اللي فات خلاص، دي لجنه، اما احنا دلوقتي رئيس نادي الزمالك رجع والحق رجع لاصحابه، ومرتضى منصور ماشي يا برنس على خطه هرجع الزمالك تاني، ويقول لك احنا مش جايين نرد الاعتبار، او مش جايين ان احنا بقى نعمل خناقات والكلام ده، قال لك لا احنا جايين نعمل لنادي الزمالك. ولما جه قال له هتعمل ايه مع كارتيرون؟ قال لهم انا هعمل مع كارتيرون 1 2 3. ايه هم بقى ايه ال 1 2 3؟ قال له اول حاجه هجيب له مدرب يقعد جنبه بقى، ما هو كارتيرون لغايه دلوقتي مش معاه اساسا مدرب مساعد ولا مدرب، هو بيدير لوحده. ماشي، قال لك انا مش عايز حد. قال لك انت تجيب بقى في عصر مرتضى منصور لازم تسمع كل الكلام ده يا برنس. قال لك انا هجيب له مدرب يقعد جنبه، ف
فضل العام فضل بتوع الجنب، وهجيب له مدرب مساعد برضه عشان يقعد جنبه، وهيمسك مدير كوره امير مرتضى منصور. وانا يعني امير مرتضى منصور ده من الناس الكويسه جدا، من الناس اللي عينيها كويسه جدا جدا، بيعرف بقى يجيب صفقات، بيعمل استقرار للفريق بشكل محترم وبشكل جميل جدا. ولكن عوده نادي الزمالك تاني وتصريحات ناريه لمرتضى منصور في المؤتمر اللي كان قايل عليه هيحصل يوم الاربعاء يا برنس، المؤتمر كان النهارده كان جامد جدا. مرتضى منصور عاوز يرجع تاني نادي الزمالك للاستقرار والمشاكل اللي كان فيها نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت ديت. مرتضى منصور هيبدا يعالج الموضوع تدريجيا يا برنس، ولكن ان شاء الله نشوف نادي الزمالك يرجع تاني بالاستقرار. واتمنى ان مرتضى منصور يبدا ان هو يشتغل على موضوع الديون على نادي الزمالك والقيد. قيد ده انا نسيت القيد، اعذروني. ولما جه سالوه على فرجاني الساسي قال لهم في حد يرجع فرجاني الساسي؟ يا جماعه احنا اساسا احنا اساسا القيد مقفول عندنا. هو انا سوبرمان؟ اوعى الكوميديا هنا، ايه الكوميديا هنا؟ قال لهم انا سوبرمان. ولكن خلاص مرتضى منصور اخ ده الجزء الثاني من الحلقه يا برنس. خلاص بقى موضوع مرتضى منصور وتصريحاته الناريه خلصت. ولكن بفكرك، عملت لايك ولا ما عملتش يا برنس؟ قول لي بس عملت لايك. ماشي، الموضوع الثاني اللي معانا في الحلقه، اللقاء الاسطوري ما بين كابتن محمود الخطيب وما بين كابتن احمد شوبير على قناه اون تايم اسبور. بص بقى يا برنس، كابتن محمود الخطيب ده واحد اسطوره كده، واحد تقعد تتفرج عليه. النهارده يعني امبارح الحلقه قعدت اربع ساعات قاعد بقى بيتكلم كابتن محمود الخطيب، بيتكلم مع كابتن احمد شوبير يعني بلطف. تحب تقعد تتفرج على كابتن الخطيب ولا بيعلي صوته ولا مش عارف بيقول ولا بيسيء لحد ولا بيغلط في حد ولا اي حاجه، ما بيقعد يتكلم. قال لك بعد ما كسبنا بطوله افريقيا لقيت فجاه طلعت معانا ناس بتقول لك موسيماني بيجهز اللعيبه اللي ماشيه من النادي. طب قول لنا مبروك، طب قول لنا مبروك، لازم تقول، لازم تعمل فتنه جوه الفريق. قال لك بعد ما كمان كسبنا الزمالك في الدوري يقول لك مش عارف موسيماني هيعمل ايه في الفرقه. طب قول طيب مبروك، هو لازم تعمل فتنه في النادي الاهلي؟ بقول لك على موضوع الاهلي فوق الجميع، احنا شعار النادي الاهلي فوق الجميع ده اللي هو الاهلي فوق جميع ابنائه، مش فوق جميع بقى الفرق والدوري. احنا كده عندنا في النادي الاهلي كل اللي بيجي يشتغل للنادي الاهلي، مش بيشتغل لاسمه. النادي الاهلي هو اللي بيعمل الاسامي الناس دي كلها، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. تصريحات محترمه جدا. ولما كابتن احمد شوبير ساله على رمضان صبحي، قال له على رمضان، قال له انا كلمت رمضان قلت له هتقعد ولا مش هتقعد؟ قال لك انا هفكر ومش هفكر. قلت له احلى كابتن محمود، كابتن محمود الخطيب قال لي كابتن شوبير، قال له الاهلي ما بيزعلش على حد، انت تزعل اللي هو ساب الاهلي، ان هو خسر حاجه اسمها الاهلي. الاهلي ده حاجه كبيره جدا. قال لك انا لولا الاهلي ما كنتش هبقى محمود الخطيب، وانا مش اسطوره ولا حاجه، انا كل ده انا حاسس ان انا او كنت اثرت في اللعب ان انا ابقى المكانه ديت، او الناس اللي يعني الناس اللي في الشارع بتحبني بالمنظر ده، انا حاسس ان انا اثرت. ولكن تقعد تتكلم مع كابتن محمود الخطيب ده متعه، تقعد تتكلم كده اثاره، حاجه كده تمتعك يا برنس. كابتن محمود الخطيب ده حاجه كريزي كده، حلوه كده. ولكن كابتن محمود الخطيب بتصريحاته الناريه ديت يا برنس قبل الانتخابات، وقال لك انا بجهز حسام غالي قبل الانتخابات، هو بيجهزه عشان هو يبقى مكانه في كره القدم، عشان هو الناس اللي عارفه حسام غالي، حسام غالي من الشخصيات القويه جدا، حسام غالي من اللي ينفع مديرين كوره كويس جدا جدا زي كابتن سيد عبد الحفيظ. وقال لك انا بجهز حسام غالي ان هو يبقى مدير في الكوره يا برنس للنادي الاهلي، هو بيبقى مع فرقه الكوره، يبقى مع الحكايه ديت. ولكن النادي الاهلي داخل في فتره قادمه مع التصريحات، وتقعد تفكر معايا يا برنس الليالي على الكميه ديت، هنقعد نفكر في حاجات كتيره جدا جدا، ولسه المتعه والاثاره مستمره مع النادي الاهلي ونادي الزمالك. لسه يا برنس الاهلي والزمالك الاثنين عندهم مباراتين الاخيره في الدوري يوم الخميس، واحد الاهلي لاعب سموحه والزمالك لاعب سيراميكا، وبعد كده نقعد توقف شهر يا برنس. اتمنى من نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك بعد ما رجعت خلاص تبدا تحل المشاكل، ويبقى عندنا لسه انتخابات، ويبقى عندنا مواضيع كتيره جدا جدا في الايام القادمه باذن الله يا برنس. الاهلي حب الناس، هتوحشني يا غالي، توحشني يا اهلي والله.
ولكن الايام القادمه هتثبت لنا كل الكلام ده يا برنس باذن الله. ولكن وصلنا لغايه نهايه الحلقه يا برنس. اتمنى من ربنا ان كل لسه ما عملتش لايك. اوعى تكون لسه ما عملتش لايك، انزل دلوقتي يا برنس تعمل لايك، واتمنى من ربنا يكون الحلقه عجبتك يا برنس. وان شاء الله في الايام الجايه كده نقعد نطور كده ونظبط الدنيا يا برنس. وما تنساش اشتراكك في القناه وانت لسه ما اشتركتش يا برنس. وسلام.